أهدى كلامي لذكره. أهدى كلامي لذكره اللي خلقني ونشاني، دارس كتابه بذكره وبحفظه رح يعني شيء. صلوا على اللي اتحصوات، صلوا على اللي اتحصوات من كفه عدفة مجامع، وعليه سلام وصلوات حتى تهون. صلوا على اللي نزله، صلوا على اللي نزله الوحي رحمة وشفاعة، واللي يهينه نزل له نقطع لسانه دلاء. فالآن نستمع إلى الشاعر عميد طيار وشكرا. شكرا للشاعر الاستاذ الفنان.